السلام عليكم، يا رب تكونوا كلكم بخير وكويسين وتمام ومفيش معكم أي مشاكل. طبيعي في الأول الدراسة تلاقوا الدنيا رخمة. مبدئيا أعرفكم بنفسي، دكتور يوسف العبودي، خريج 2018 ومدير شيفت صيدلية جديد. عرفت إن أنتوا عندكم مشاكل في الهيستولوجي، والحقيقة أنا ما بديش فيها كورس، بس أنا أعمل لكم المحاضرة كشكل مساعدة عشان تبقوا فاهمين طريقة المذاكرة، أو إن هي المحاضرة تبقى بالنسبة لكم سهلة فتفهموا الدنيا. طبعا الكلام اللي بيبقى في الأول ده بيعرفك أنت هتدرس إيه في المحاضرة، مش هنذاكره أو مش محتاجين نعرفه، بيعرفك إحنا هناخد إيه. طيب بعد كده أي مادة هتلاقيها في الأول بيقولك تعريف المادة، طبعا مش هيجي في الامتحان أو يجي في حتة يسألك، بس أنت لازم ما تدخل أي مكان تبقى عارف عنوانه، وده العنوان تمام. فهيستولوجي كده من الآخر اسمها إيه؟ علم الأنسجة تمام. طبعا كلنا عارفين ان الجسم بتاعنا عباره عن اورجانز، يعني اعضاء زي الكبد والكلى والحاجات دي اللي هم الليفر والكيدني والكلام ده. الاورجانز دي في منها حاجات اصغر بنسميها التيشوز اللي هي الانسجه، منها حاجات اصغر بنسميها السيلز اللي هي الخلايا. احنا هننزل لحد ما هنوصل للخلايا. طيب دايما اول جمله دي ثابته في اي تعريف لاي ماده، اللي هو از ذا ستادي او از ذا ساينس ويتش ستادي، يعني ده العلم اللي هندرس فيه. هندرس فيه ايه؟ التيشوز والاورجان زي ما قلنا، الانسجه والاعضاء. يعني ايه الاستراكشر اوف تيشو اند اورجان؟ يعني هندس الشكل بتاعهم، التفاصيل بتاعهم، التركيبه بتاعتهم، هم من جوه عاملين ازاي، ادق التفاصيل جوه الانسجه وجوه الخلايا تمام. طبعا دي انترودكشن، بقول لك ايه اللي هندرسه في الليكتشر دي، برضو دي مش مهمه قوي. بيعرفك ان احنا هنعرف ازاي نحضر هيستولوجيكال سلايدز، يعني ايه سلايدز؟ بتبقى ازازه كده بتتحط تحت الميكروسكوب عشان اشوف الخلايا دي تحت الميكروسكوب، لان اكيد ما فيش خليه هعرف اشوفها بعيني. بس ده نوعين من الميكروسكوب، لايت ميكروسكوب ده زي اللي في اللاب عندكم، زي اللي في المعمل في الجامعه اللي هو الصغير اللي هتشتغلوا عليه في العقاقير اللي هي الفارماكولوجي، والالكترو ميكروسكوب وده غالي وكبير طبعا مش موجود عندنا، بيشتغل على الحاجات الصعبه والرخمه. طيب اول حاجه هو بيعرفك البرافين تكنيك، ده من غير تفاصيل. انا واحد مثلا بحب التفاصيل وعايز اعرف هعمل ايه، افتح اليوتيوب اكتب برافين تكنيك، اجيب لك العمليه دي بالتفصيل الممل. طب انا واحد مش فاضي للكلام ده، او انا يعني ما بصدق اذاكر اساسا، هنفهمها بالراحه. اول حاجه دي مثلا السامبل، او الحاجه اللي عندي دي، الحاجه اللي عندي اللي هو المكعب، انا محتاج احافظ عليه في حاجه، فبحطه جوه علبه زي دي كده، اعمل له فيكسيشن. يعني ايه فيكسيشن؟ يعني احطه جوه حاجه واحافظ عليها. كلمه فيكسيشن يعني تثبيت او حفاظ، بحافظ على الحاجه اللي عندي تمام. خلاص حافظت عليها، بعمل ايه؟ بشيل من العينه دي الميه. يعني ايه بشيل الميه دي؟ هايدريشن. كلمه دي كلمه لاتينيه معناها اليمينيشن يعني نزع، بشيله. هايدريشن يعني ميه، فانا كده بشيل منها الميه تمام. طيب بعد كده هي ممكن يبقى فيها شوائب او فيها اي حاجه، فلازم انضفها العينه بتاعتي، فبحط عليها كليرنج سبستنس يعني ماده منظفه، انا اعمل لها كليرنج وانضفها. طيب مش انا لو يعني لو حطيت ماده تنظف العينه، الماده دي هتبقى موجوده صح؟ انا نظفت، عايز اشيل بقى الماده، هعمل لها ايه؟ انفلتريشن. يعني ايه انفلتريشن؟ يعني هشيل الماده اللي انا ضفتها انضف فيها. ازاي؟ اسهل حاجه ان انا اسخن، هسخن من 58 ل 60 درجه، في الاخر هعمل حاجه اسمها امبيدنج. يعني ايه امبيدنج؟ انا دلوقتي العينه لسه ما اتحطتش في وسط مناسب، احطها في ميديم مناسب. يعني ايه ميديم؟ يعني وسط، احطها في حاجه بنسميها مولد، حاجه هتاخدوها بعد كده هنحطها جواها نحافظ عليها، او يعني زي ان انا اديها وسط مناسب ان انا اقدر ان انا بعد كده احطها على السلايدز، الازاز اللي تحت دي والازاز ده احطه تحت الميكروسكوب واشوف العينه تمام. طيب حاجه زي كده انا عايز افتكر ترتيبها، عشان لو اتسالت في الام سي كيو مش هتسال غير على ترتيبها. اعرف ترتيبها ازاي؟ هعملها حروف اف دي سي اي 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 تمام، اف دي سي اي اي كده انا عمري ما هنساها. اكتب فيت سي، انا كده عرفت ترتيبهم: فيكسيشن، دي هيدريشن، كليرنج، انفلتريشن، امبيدنج. ودايما ما تنساش وانت بتذاكر، دايما ترجع تبص على اللي فات او تسال نفسك في اللي فات عشان يفضل يثبت معاك، لان انت لو وصلت للاخر في حاجات هتقع منك دلوقتي، لكن لو مع كل سلايد السلايد اللي بعدها فهمتها هتلاقي الموضوع سهل ولذيذ. عندنا بعد كده طبعا الصور مش عليكم في الجزء النظري، في العمل، لكن في النظري لا. موريك شكل اللايت ميكروسكوب اللي هو الميكروسكوب الصغير الجميل اللي انتوا هتاخدوه في الفارماكوجنوسي تشتغلوا عليه في العملي. بصوا الحاجات اللي فيه، ادي الاوكيولرز يعني دي اللي هنبص بيها بعينينا، الاوبجكتيفز دي العدسات اللي بتغير الحجم بتاع التكبير، سلايد ستيج ده مكان الازازه اللي احنا لسه محضرينها، الكوندنسر وده بيكثف او بيقلل الكثافه بتاعه الضوء، الفوكس وده بيظبط الفوكس، لا زي فوكس الموبايل عادي جدا. زي ما قلت لك الصوره مش حفظ، بس انا بفهمك عشان تبقى فاهم الدنيا فيها ايه. طيب اللايت ميكروسكوب مثلا بيبقى قاري ازاي؟ بيبقى قاري عينه بالمنظرين ده. طيب
زي ما هنعرف قدام هتلاقي ان الحاجه الاسيدوفيليك. يعني ايه اسيدوفيليك؟ كلمه اسيدو يعني حمضي، فيليك يعني بيحب، يعني العينات اللي بتحب الحمضيه، الخلايا اللي بتحب الخلايا اللي فيها حمضيه، يعني الاسيدوفيليك سيلز. تمام، بتظهر بالمنظر البنك ده. طيب الحاجات البيزوفيليك، بيزوفيليك يعني بتحب القلويه او بتحب القاعديه، حاجه بيزك يعني، هتلاقيها بالمنظر اللي هو الازرق الغامق. تمام، وكل واحدة فيهم بتطلع كده مش لوحدها، لازم احط لها ستيم معينة يعني صبغة معينة. تمام، يبقى انا عندي البيزوفيلك بتطلع كده والاسيدوفيلك بتطلع كده، ما يهمنيش الصورة. طب ايه نوعين الستين اللي انا هشتغل عليهم؟ الهيماتوزايلين، هنا الاكس بتتنطق زي الزد، هيماتوزايلين، والايوسين او الايوسين. هنعرف الفرق ما بين الاثنين دلوقتي. عندي صبغة بنقول عليها بيزك ستين. يعني ايه بيزك ستين؟ يعني صبغة قاعدية بالعقل. الصبغه دي انا هصبغ بيها الخليه، هل ينفع اصبغ قاعدي مع قاعدي، قلوي مع قلوي؟ هل ينفع اعمل ستيننج البيز مع بيز؟ ما ينفعش. فبعمل ايه؟ البيزك ستين دي بشتغل بيها على الاسيديك بارتس اوف ذا سيل. طب مين بقى اللي هو البيربل، اللي هو البنفسجي؟ الهيماتوزايلين، او بنختصره ب اتش، عشان اتش دي اكس، بدل ما اقعد اقول هيماتوزايلين بختصره ب اتش اكس. ده بيكون بيربل اللي هو بنفسجي يعني. ده بيعمل ستين يعني بيصبغ الاسيديك بارت اوف ذا سيل. يعني ايه؟ يجي زي هنا كده، يجي على الاجزاء لا هنا الاجزاء الاسيديك ويخليها بيربل او بينك. يعني هي بتتقال عليها بيربل وبينك عادي، بس هنا بيقول لك ان هي بيربل. طيب البيزوفيليك ستراكشر كده، احنا خلاص قلنا ان البيزك ستين بتشتغل على الاسيديك. هو بقى بيتكلم في حاجه تانيه، بيقول لك لو انت عندك بيزوفيليك ستراكشر، يعني ايه؟ يعني ايه الاجزاء اللي بتبقى جوه الخليه بيزوفيليك، بتحب القاعديه او بتحب القلويه؟ ثلاث حاجات: نيوكليوس اللي هي النواه، الرايبوسوم، الرف اندوبلازميك ريتيكيوم، او كنا بنقول عليه بالعربي الشبكه الاندوبلازميه، اللي هي بتبقى عباره عن خيوط عامله شبكه مع بعض. مين بقى اللي يقدر انه يعمل ستين البيزوفيليك ستراكشر؟ مين اللي يروح على المكان اللي بيحب القلويه؟ حاجه عكسه، يبقى صبغه تكون حمضيه. يبقى الاسيديك ستين اللي هي الصبغه الحمضيه اللي هو الايوسين، ده بيكون بينك، بيروح يصبغ مين؟ البيزك بارتس اوف ذا سيل. يبقى انا عندي هنا بي اتش بي، اهو ممكن تختصر عشان تفكر نفسك، بي اتش بي. يبقى البيزك ستين ده بيبقى الهيماتوزايلين، بيستخدم لمين؟ الاسيديك بارتس، بيبقى لونه بيربل. هنا اي اي بي اللي هو الايب، ده انا بختصر ما فيش حاجه اسمها ايب، بس انا بفكرك عشان تفتكر في الامتحان او تبقى مجمع. الاسيديك ستين دي بتبقى الايوسين، ودي بتكون لونها بينك، بتروح تشتغل على الاجزاء البيزك. يبقى كل واحده بتشتغل عكسها، بيزك قاعديه او قلويه تشتغل على الاجزاء الحمضيه من الخليه، اسيدك حمضيه تشتغل على الاجزاء القاعديه او القوامس. يبقى البيزك ستين بتعمل ستين الاسيديك بارتس اوف سيل، اسيدك بتعمل ستين للبيزك بارتس اوف سيل. طب مين الحاجات اللي بتبقى اسيدوفيلك جوه الخليه؟ مين الحاجات اللي بتحب الحمضيه؟ السي بي او سيتوبلازمك بروتين، الميتوكوندريا، السموث اندوبلازميك ريتيكولم، ده اختصار السموث. خلي بالك ما تلخبطش، الرف غير السموث، الرف يعني خشنه، السموث يعني نعم. يبقى انا هنا البيزوفيلك ممكن اختصرها بايه؟ ان ار ار اللي هم نيوكليوس رايبوسوم رف اندوبلازميك ريتيكولم، الاسيدوفيلك سي ام اس او سي ام اس اي اللي هو السيتوبلازم والميتوكوندريا والسموث اندوبلازميك ريتيكولم. مهم هنا السؤال يجي لك، يجي يقول لك في الامتحان نقط او بوينت، يكتب يعني يعمل لك نقط فاضيه كده، ستين تمام نيوكلس، مين اللي يصبغ النيوكلس؟ فانت تقول ايه ده، انا اعرف البيزوفيليك والاسيدوفيليك؟ لا، ما اول ما يقول لك نيوكلس اكنه بيقول لك بيزوفيليك. يبقى انا هيجي لك في الاختيارات يقول لك هيماتوزايلين ولا ايوسين. طبعا انا هقول في دماغي على طول ان النيوكلس ده بيزوفيليك، يبقى الاجابه هتبقى ايه؟ الايوسين. طب لو العكس، لو جه قال لي نقط ستينز ميتوكوندريا مثلا، مين اللي يصبغ الميتوكوندريا؟ اللي هو حمضي او اسيدوفيليك، هتبقى مين؟ هتبقى الهيماتوزايلين في الام سي كيو. او في ترو فولس، ترو فولس مثلا ممكن يجي يقول لك هيماتوزايلين از يوزد فور، يعني بيستخدم ل ستيننج او ان هو يصبغ الميتوكوندريا. ترو اور فولس؟ ترو، لان الهيماتوزايلين ده بيزك والميتوكوندريا ده اسيدوفيليك. عندنا بعد كده بيعرفك ان في نوعين من الميكروسكوب، او بيشتغلوا بطريقتين مختلفين، السكاننج الكترون ميكروسكوب، الاي ام دي اختصار الكترون ميكروسكوب، والترانسميشن الكترون ميكروسكوب. ايه الفرق ما بين الاثنين؟ الاثنين بيشتغلوا بالالكترونات، من اسمه الكترون ميكروسكوب. النوع الاولاني السكاننج الكترون ميكروسكوب، الالكترونات فيه بيحصل لها ريفليكشن. ايه ريفليكشن؟ يعني انعكاس، يعني يا دوبك بتخبط في السطح كده. هو الميكروسكوب ده بيشتغل بشعاع من الالكترونات، الكترون بيم. تمام، اول ما الالكترون بيم ده يخش على سطح الخليه
بيحصل له ريفليكشن يعني انعكاس، يطلع لبره فيعمل منظر سكاننج، يعني اكنه بيعمل سكان من بره، اكنه بيفحص من بره. انما الترانسميشن الكترون ميكروسكوب لا، ده الالكترون بيحصل لها ترانسميشن. يعني ترانسميشن يعني انتقال، او ان هي تخش جوه الخليه، شايفين داخله في ادق التفاصيل، تدخل جوه خالص تجيب لك النتيجه من جوه، انما ده من بره يحصل له ريفليكشن. طب هل هيسالني ده في الامتحان؟ لا، لان دي صور. هنا بقى اللي ممكن يسالك، الالكترون ميكروسكوب يا جماعه بيطلع شكلين، يا اما يكون الباك جراوند بلاك يعني الخلفيه سوداء، يا اما الباك جراوند تكون وايت بيضاء، الخلفيه تكون بيضاء. امتى ده وامتى ده؟ عندنا مصطلحين، الكترون دينس والكترون ليوس. الفرق ما بين الاثنين ان الالكترون دينس ده بتبقى الخلفيه ديب بلاك كلر، اسود غامق جدا عن الالكترون ميكروسكوب. واحد يقول لي وانا ليه اخلي الخلفيه سوداء؟ هقول لك، في حاله السيلز او الخلايا اللي بتبقى لونها ابيض او فاتحه لازم تبقى خلفيه سوداء عشان تشوف الخليه بشكل واضح. طيب يعني ايه دنس؟ دنس دي دايما معناها لون غامق، دارك، معناها حاجه دارك غامقه، عشان كده الكترون دنس معناها الغامق. طب الكترون نيوسنت، نيوسنت دي جايه من ترانس نيوسنت يعني حاجه شفافه او حاجه بيضاء، ده بتبقى خلفيته وايت. طب امتى احتاج الخلفيه الوايت؟ امتى احتاج ان الخلفيه تكون بيضاء؟ لما تكون السيلز لونها غامق. يعني تخيل معايا هنا في النوع الاولاني الكترون دينس الخليه تبقى نقط بيضاء مثلا او حاجات بيضاء، فهبان، هبان على الخلفيه السوداء، ما ينفعش اروح احطها على خلفيه بيضاء مش هبان. العكس تحت، تخيل معايا الخليه غامقه مثلا ازرق غامق او بني او اي لون غامق، مع الخلفيه البيضاء هبان. تمام، فهنا ممكن تيجي لك ترو اور فولس، يقول لك صح وغلط، يعني الكترون دينس جيف ا وايت وايت كلر، ما تبقى ايه فولس، غلط. ليه؟ لان المفروض الالكترون دينس بتدي ديب كلر، لكن الالكترون ليوسن بتدي وايت كلر. تعالى نتكلم بعد كده عن السيتوبلازم والنيوكليس اللي هي النواه. طيب بص يا سيدي، احنا اهم حاجه عشان نتكلم عن اي حاجه السيل، السيل دي اللي هي ايه؟ الخليه. قلنا اول حاجه الاورجانز الكبيره، الليفر والكدني مثلا، القلب والكبد والكلى والكلام ده، اصغر منهم التيشوز يعني الانسجه، اصغر حاجه الخليه. طب يبقى هي ايه السيل دي؟ الاساس بتاعك، البيزك ستراكشر اند فانكشنال يونت. يعني ايه فانكشنال يونت؟ يعني هي الوحده الوظيفيه، يعني من غيرها جسمك مش هيشتغل. طيب وبيزك ستراكشر يعني التركيبه الاساسيه، او يعني هي اللي بتشكل شكل الخلايا، شكل الاعضاء بتاعه الجسم، الاورجنز والتيشوز والحاجات دي، لمين؟ لكل البادي تيشوز، لانسجه الجسم كله، بقى الوحده الوظيفيه والتركيبه الاساسيه، هي الكل في الكل الخليه دي. طيب الخليه بتتكون من حاجتين اساسيين، هم اهم حاجتين، السيتوبلازم والنيوكليس اللي هي النواه. طيب بحميهم بايه او بيبقى حواليهم ايه؟ بيبقى حواليهم سور او حمايه او غشاء، من الحمايه نقول عليه السيل ممبرين، اللي هو خدته بالعربي اسمه غشاء الخليه. السيتوبلازم بقى، في ناس فيكم ما خدتش غير ان سيتوبلازم بس، سيتوبلازم لا، السيتوبلازم نفسه جواه حاجات صغيره. تمام، السيتوسول هنعرفه بالتفصيل، ده سائل غروي كده ملزق جوه السيتوبلازم، او بنسميه سيتوبلازميك ماتريكس. كلمه ماتريكس يعني الاساس الداخلي او المصفوفه الداخليه للسيتوبلازم. تاني حاجه اورجانيلس، كلمه اورجانيلس دي تصغير اورجان يعني اعضاء صغيره. تالت حاجه انكلوجنز، ودي بتبقى كلمه انكلوجنز يعني حاجات متضمنه، حاجات داخليه يعني هي موجوده جوه، بس هنعرف الفرق ما بين الثلاثه دلوقتي. اول حاجه السيتوسول قلنا عليه، اول ده اول حاجه في السيتوبلازم. تاني حاجه قلنا الاورجانيلس يعني اعضاء صغيره. طب ايه مميزات الاورجانيلس دي؟ ان هي ليفنج مينيت ستراكشر. ليفنج مينيت ستراكشر يعني خلايا حيه، حيه عايشه. مينيت ستراكشر يعني صغيره جدا، كلمه مينيت هنا مش بمعنى دقيقه، لا بمعنى ان هي صغيره جدا جدا جدا. ودي طالما خلايا حيه يبقى هي مسؤوله عن حياه السيتوبلازم والخليه، يبقى هي اسينشال فور سيل سرفايفر، يعني ايه ضروريه؟ اسينشال سيل سرفايفر لحياه الخليه، ان الخلايا تعيش. بتعمل سبيسيفيك فانكشن، بتشتغل بوظائف معينه ومهمه جدا. تالت حاجه عندنا سايتوسكيلتون. يعني ايه سايتوسكيلتون؟ سايتو دي كلمه لاتيني معناها سيل، وسكيلتون معناها هيكل، حتى احنا كانسان لينا السكيلتون بتاعنا، السكيلتون بتاعنا اللي هو الهيكل العظمي، فسايتوسكيلتون ده هيكل الخليه. طبعا اي هيكل في الدنيا ومنها هيكل الهيكل العظمي بتاع حضرتك هو اللي بيبقى مسؤول عن شكلك، الهيكل العظمي هو اللي مديك الشكل، هو المسؤول عن الحركه. يبقى السيتوسكيلتون دي عباره عن ستراكشر، تركيبه او اشكال بتحافظ، كيب شيب، بتحافظ على الشكل والموتيليتي اوف ذا سيل وحركه الخليه. تمام، وهنا جايب لك الرسمه زي ما انا، رسمه مش مهمه بس عشان تبقى فاهم الدنيا فيها ايه، ادي النيوكليس وادي الرايبوسوم وهكذا. طيب السيتوسول احنا اتكلمنا عن الاربع حاجات، اه لا نسيت اقول الانكلوجنز. الانكلوجنز
دي حاجات مهمة بس مش مهمة لحياة الخلية، يعني لو موجودة الخلية مش هتموت، بس ايه اهميتها؟ ان هي بتبقى نيوتريانس. يعني ايه نيوتريانس؟ يعني بتدي غذاء للخلية، بس هي نون ليفنج ستراكشر، مش اشكال حيه، مش حيه زي الاورجانيلز، يبقى عكس الاورجانيلز، فبالتالي نوت اسينشال فور سيل سرفايف، يعني مش ضروريه لحياه الخلايا. السؤال يجي هنا ازاي؟ يجي يقول لك ليفنج مينيت ستراكشر which is essential for cell survival in cytoplasm. MCQ اختيارات، يعني تشوز، هل هو الاورجانيلس ولا السيتوسول ولا الانكلوجنز ولا السيتوسكيلتون؟ حضرتك هتختار الاورجانيلس. طيب هيجي يقول لك structures that keep shape and motility of the cell، هل هي السيتوسكيلتون ولا الاورجانيلس ولا ولا؟ فتقول له السيتوسكيلتون. طب لو جالي سؤال صح وغلط هيجي يقول لك ايه؟ يجي يقول لك مثلا ان الانكلوجنز are essential for cell survival، تبقى غلط، false، انما هي ايه؟ not essential، مش ضروري. انا بفهمك شكل الاسئله، وانت دايما وانت ماشي اتعود على كده، وانت بتذاكر حط نفسك السؤال ممكن يجي ازاي، عشان لما يجي الامتحان انت تبقى متوقع شكل السؤال. السيتوسول ده عباره عن فلويد كومبوننت، يعني المكون سائل، بيكون كولويدال ستراكشر، الكولويدال ده عامل زي الغيره، بيكون عليه ايه الكومبوننت اوف ذا سيل فلويد، يعني بتطفو عليه مكونات الخليه بالمنظر ده اهو. تلاقي السيتوسول ده عامل زي البسين كده بتاع الخليه، ومكونات الخليه ايه بتعوم حواليه. تمام. طيب السيتوسول ده مهم جدا لانه جواه الانزيمز، الانزيمات، الامينو اسيد، الاحماض الامينيه، البروتين، الكربوهيدرات، المينرالز اللي هي المعادن، الايونز الايونات، والووتر اللي هي الميه. شوف كل الكلام ده مهم. طب انا مش عارف هنسى الكلام ده، عامله حروف اي اي بي سي ام اي، طب اخد اول حرف من كل كلمه، دي بتسهل عليا الحفظ. عندي بعد كده مقارنه، طبعا الفيفس 99% هيبقى اونلاين، اهو اونلاين لحد دلوقتي، فمش هيجي لك ان انت تكتب، هو الطبيعي ما كانش فيك تكتب، بس فكره المقارنه هنا هتفرق معاك في الترو فولس والام سي كيو. السيل اورجانيلز، نتكلم عن الاورجانيلز اللي احنا قلنا ان هي ايه اسينشال فور سيل سرفايفل، مهمه جدا لحياه الخليه. في منها نوعين، نوع بنقول عليه ممبرينيس او ممبرينس اورجانيلز، ليها نطقين، ونون ممبرينس او نون ممبرينس اورجانيلز. ايه الفرق ما بين الاثنين؟ الممبرينس او الممبرينس دي يعني من اسمها ممبرينس، ليها ممبرين، ليها غشاء، يبقى سراوندد باي يعني محاطه باي ممبرين، غشاء، شبه ايه؟ شبه السيل ممبرين، بس هو غير السيل ممبرين، هو سيميلر، نفس بتاع السيل ممبرين، نفس الخلايا، بس ده جوه بقى، يعني ده بيحمي الحاجات اللي جوه. تمام، منه السيل ممبرين ومنه حاجات تانية. طب تعالى نشوف الاغشيه دي زي السيل ممبرين، قلنا ان هو زيه، بس بقى مين الحاجات التانية؟ الميتوكوندريا، زي ما هنعرف بعد كده الميتوكوندريا دي مركز الطاقه، الاندوبلازميك ريتيكليوم، الشبكه الاندوبلازميه، الجولجي ابريتس، جهاز جولجي، اللايسوسومز، البايروكسيسومز. طب النم ممبرينس يعني ملهاش غشاء، ماشيه كده طول لاهب فرسين، ما لهاش اي حاجه حواليها، not surrounded by a membrane. طيب زي مين؟ الرايبوسومز والمايكروتوبيولز. كلمه مايكروتوبيولز يعني ايه؟ مايكروتوبيولز دي بتبقى عامله زي الانبوبه ودوائر، انبوبه عباره عن دوائر، ممكن لو حضرتك كتبت على جوجل مايكروتوبيولز اي حاجه عايز تثبتها في دماغك خدها واكتبها على جوجل هيجيب لك صور ليه. المايكروتوبيولز دي عباره عن انبوبه مليانه دوائر، بنقول عليها مايكرو عشان حاجه صغيره جدا، تبيولز يعني انابيب صغيره، مش تيوبز، لا تبيولز. بتتكون من ثلاث اجزاء، السنتريولز اللي هي المركزيه او الاشياء اللي بتبقى في المركز جوه في نص الانابيب دي، والسيليا اللي هي الاهداف خدتوها قبل كده، والفلاجيلا، ودي عامله زي الصوت، يعني عامله زي الصوت، خيوط رفيعه، مش خيوط، عامله زي الخيوط. ده كده تاني حاجه. تالت حاجه الفيلامنتس، دي عباره عن خيوط ليها علاقه بال حركه بتاعه الحاجات دي، ودي ليها ثلاث حاجات، سن رفيعه وسك تخينه وانترميديت يعني متوسطه ما بين الاثنين. الصندوق اللي هو عاملك عليه الاحمر ده او المستطيل الاحمر ده بيقول لك ان ده السيتوسكيلتون. فاكرين السيتوسكيلتون؟ شوف انا بفكر نفسي ازاي، اللي كان بيحافظ على شكل وحركه الخليه، حتى قلنا من اسمه سكيلتون هيكل، يبقى زي هيكل عظمي بيتحرك ويعمل شكل. هو ليه علاقه بالمايكروتوبيولز والفيلامنتس، عشان كده هو عامل لك عليها مربط. جاب لك شكل الخليه تاني اهو. تمام، ادي السنتريول اللي قلنا بيبقى في وسط في وسط الحاجه اللي في وسط المايكروتوبيول، وعندنا السيليا، السيليا مش جايبها عندي ولا جايب الفلاجيل. طيب طبعا السيل ممبرين يعني عارف انت لما اقول لك ايه احمد حاج احمد، اكيد سيل ممبرين غشاء الخليه بقى هو ممبرينس اورجانيلا، يعني لو جه في الامتحان قال لك سيل ممبرين از نوت ممبرينس اورجانيلا، يعني هو وانت حضرتك عملت صح، يبقى انت كده ايه تبص في المرايه، عارف توم لما بص في المرايه وطلع له قرنين كده، ده غباء، هو سيل ممبرين، يبقى هو طبيعي ان هو يكون ممبرينس اورجانيلا. نسيت اقول لكم الاسئله تيجي هنا ازاي، يجي يقول لك مثلا الجولجي ابريتس،
از نان ممبرين، كان الصح الغلط يبقى غلط. طيب يجي يقول لك ممبرينس اورجانيلز، خلي بالك بقى ده سؤال فكرته ما اعرفش خدته في سنه ما اعتقدش خدته في سنه. كونتين ممبرينس اورجانيلز كونتين اكسبت، يعني كونتين اول يعني كل اللي جاي اكسبت كذا، ويجيب لك ايه سيل ممبرين ميتوكوندريا جولجي ابباريتوس، ويجيب لك واحده من هناك رايبوسوم. معنى السؤال ده ايه؟ هو بيقول لك ان الممبرينس اورجانيلز كل اللي جاي ما عدا واحده بس، ده بيعتمد على انك تبقى مذاكر كويس قوي. فانت عارف ان السيل ممبرين ممبرينس هتستبعده وتستبعد الميتوكوندريا وتستبعد الجولجي ابباريتوس، يبقى الاجابه الريبوسوم، هو الوحيد الاكسبشن، هو الوحيد اللي ايه مش تبع. او العكس يجي يقول لك الحاجات all the mentioned non membranous organelles except، يعني كلهم non membranous ما عدا، ويجي يقول لك مايكروتوبيول ريبوسوم فيلامنتس لايسوسوم، الاجابه تبقى مين؟ مين الوحيد اللي مش non membranous؟ يبقى اللايسوسوم. تمام. طيب السيل ممبرين في ال LM اللي هو اللايت ميكروسكوب بيظهر ايه؟ بيظهر على ان هو ممكن يكون تو ادجسنت، كلمه ادجسنت يعني مرتبطين او لازقين في بعض سيل ممبرينز، يعني السيل ممبرين ممكن يظهر على اساس ان هو غشائين خليه ماسكين في بعض زي الصوره كده. طيب السيل كوت بتاعه اللي هو الغطاء او الحمايه بتاعته بتبقى كربوهيدرات ريتش، مليان كربوهيدرات، كلمه كربوهيدرات ريتش يعني غني بالكربوهيدرات. ده كده فين؟ في اللايت ميكروسكوب اللي هو الخفيف الصغير. طب في الالكترون ميكروسكوب اللي بيشتغل بالالكترونات اي ام اختصار الكترون ميكروسكوب، بيظهر ان هو تراي يعني ثلاثي لامينار، يعني ثلاث خطوط زي المنظر ده، تراي لامينار يعني ثلاثي ثلاث طبقات، ابيرنس يعني المظهر بتاعه او الشكل بتاعه. طب فين الثلاث طبقات؟ اي الطبقه السوداء الاولى والبيضه اللي في النص اللي ما بينهم والسوداء الثالثه، تراي لامينار ابيرنس، شكل ثلاثي او تراي لامينار يعني يعني بالطول. بص واخده بالطول ازاي؟ لامينار يعني بالطول. طيب طبعا من شكلها واضح ان الاوتر اللي هو الجزء الخارجي منها والجزء الداخلي الاثنين زي ما قلنا الكترون دينس دارك، فاكرين قلنا الالكترون دينس، اهو بفكر نفسي باللي فات، قلنا دينس يعني مكثف او حاجه كثيفه، يبقى لون غامق يبقى لون اسود، اهو اسود، ادي اسود الاولاني وادي الثاني، وفي في النص ما بينهم خط ابيض اهو with a lighter stained line between، الخط اللي في النص ما بينهم ابيض. تمام. طب الاوتر لاير الطبقه اللي فوق مالها؟ شايفه طالع منها حاجات زي الشعر، شايفين الخطوط اللي طالعه دي زي الشعر اللي هي الحاجات دي، بنقول ان هي عندها اوتر فازي ابيرنس، فازي دي يعني زي هيري، يعني حاجات عامله زي الشعر. الشعر ده هو اللي بيحمي الخليه، بنقول عليه السيل كوت، عارف انت الكوت بالمعنى الحرفي يعني جاكيت، هو ده كانه جاكيت الخليه اللي بيحميه. طيب السيل ميمبرين المولكيولار ستراكشر يعني ايه؟ الشكل الجزيئي بتاعه او التركيبه الجزيئيه بتاعه غشاء الخليه ده عباره عن ثلاث حاجات، الحاجه الاولانيه الليبيدز اللي هي الدهون، الحاجه الثانيه البروتينز بروتينات، ثلاث حاجه الثالثه الكربوهيدرات، كل حاجه فيهم بتتكون من حاجات معينه. يبقى غشاء الخليه فيه دهون فيه بروتين فيه كربوهيدرات، الليبيدز عباره عن فوسفوليبيد من اسمها فوسفوليبيد، يبقى عباره عن فوسفيت او فوسفور وليبيد، والكوليسترول، الكوليسترول اللي هو طبعا الكوليسترول اكيد سمعتوا عنه كلكم. عندنا نوعين من البروتين انترنال يعني بروتين داخلي جوه، وبروتين بريفرال، يعني ايه بريفرال؟ يعني طرف، يعني على الطرف بره، يعني بروتين جوه بروتين بره. الكربوهيدرات دايما يا جماعه الكربوهيدرات بيبقى فيه جواها سكر اللي هو جلوكوز، بس هنا الكربوهيدرات ماسك في حاجتين، ماسك في الاثنين الاولانيين، مره يمسك في الليبيد بنقول عليه جلايكوليبيد، كلمه جلايكو يعني جلوكوز، جلايكوليبيد يعني جلوكوز وليبيد ماسكين في بعض، جلايكوبروتين يعني جلوكوز وبروتين ماسكين في بعض. طيب مين الاساسي في الثلاث حاجات دول؟ قال لك ان السيل ميمبرين مينلي لايبوبروتين، يعني ايه لايبوبروتين؟ يعني ليبيد وبروتين، لايبو جاي من ليبيد وبروتين، الليبيد والبروتين كومبوننت هم الاساس. يبقى لو جاي سالك ام سي كيو السيل ميمبرين مينلي ليبيد ولا بروتين ولا كربوهيدرات ولا لايبو بروتين او ليبيد اند بروتين، هتختار اللايبو بروتين او الليبيد اند بروتين. لكن الكربوهيدرات ليت الكربوهيدرات كومبوننت، السؤال يجي بصيغه مختلفه يقول لك ذا ليست كومبوننت ان ذا سيل ميمبرين، يعني اقل مكون في الخليه هل هو الليبيد ولا البروتين ولا الكربوهيدرات؟ الكربوهيدرات طبعا اقل حاجه جوه غشاء الخليه. تعال نشوف اشكالهم، ادي من اسمها انترنال او انتجرال بروتين بتبقى جوه، شايفين جوه ازاي؟ اهي جوه اهي. انما البريفرال بروتين اللي هي الطرفيه او قلنا اللي هي بتبقى بره، باينه من شكلها اهي ان هي بره، اهي اللي عامله زي البطاطس يا جماعه، دي البروتين، شايفين البطاطسايه دي؟ هي دي انتجرال بروتين، والبطاطسايه اللي بره اللي هي الراجل الاصلع ده هو ده البريفرال بروتين. طبعا الصور مش عينه بس انا بفهمكم، برده هنا بريفرال بروتين بره، شايفين بره، هنا بره، امال الانتجرال دي فين؟ في النص، في الحته اللي في النص دي،
ما بين الكور دي وما بين الكور دي في النص. تمام. بعد كده عندنا الكوليسترول، ده المركب الحته اللي في النص ده اللي هو مليان رينجز، ده مليان حلقات، ده هو بنقول عليه الكوليسترول. وبعد كده هندرس بقى الهيدروفوبيك والهيدروفيليك بالتفصيل. طيب الفوسفوليبيد، مش احنا قلنا ان الليبيدز حاجتين، يا فوسفوليبيد يا كوليسترول؟ تعال نتكلم الاول عن الفوسفوليبيد. الفوسفوليبيد ده يا جماعه بيكون باي لير، كلمه باي يعني اتنين، فباي لير يعني معاه مزدوج الطبقات، او معناه ان هو طبقتين. تمام. طيب كل فوسفوليبيد بيكون جواه حاجتين، هيدروفيليك هيد اللي هي دي. تمام. يعني ايه راس هيدروفيليك؟ كلمه هيدرو يعني ميه، وفيليك بيحب، يبقى راس بتحب الميه، ودي بتكون دايركتد يعني محطوطه اوت سايد اوف ذا ميمبرين، يعني طالعه لبره اهي. الكور دي بتبقى طالعه لبره. طب تعالى نشوف اهي، بص الكور دي اهي، الكوره الصفراء والزرقاء دي بنقول عليها هيدروفيليك هيد، راس بتحب المايه. الاجزاء اللي بتحب المايه بتبقى ايه؟ اوت سايد يعني بره. طيب الهيدروفوبيك تيلز، هيدروفوبيك فوبيك يعني يكره، تيلز يعني ديول، الديول اللي هي الخطوط دي بتبقى فين؟ في السنترال كور، يعني ايه؟ في التجويف الداخلي للسيل ميمبرين، يعني جوه اهي. بص هتلاقي اللي هي الخط الاسود اللي بعلم لك عليه ده، اللي هو جوه ده التيل، ده ايه؟ هيدروفوبيك، بيكره الميه. يبقى اللي بيكره الميه للسنترال كور، للتجويف الداخلي ليه جوه، واللي بيحب الميه اللي هي الراس دي تبقى ايه؟ لبره. تمام. هو حته هنا جايبهم لك اهو، ادي الكوره دي هي الهيدروفوبيك هيد، وهنا قصدي الهيدروفيليك، وهنا الديل هيدروفوبيك. خلاص. طيب هو بقى بيسألك سؤال، ده معتمد على حته قديمه، بيقول لك ليه السيل ميمبرين، ليه السيل ميمبرين ابير تراي لامينر باي الكترون ميكروسكوب؟ ليه ظهر ثلاث طبقات؟ ادي واحده اثنين ثلاثه. قول لي يا عم ليه؟ قال لك بص يا سيدي، في ماده في الالكترون ميكروسكوب اسمها الاوزميوم. الاوزميوم دي بيحصل لها ديبوزيشن، يعني تترسب، يبقى this is due to deposition of osmium. الاوزميوم اترسب، اللي انا استخدمته في الالكترون ميكروسكوب سيكشن، انا استخدمته وانا استخدم السكشن اللي هي المقاطع او الحاجه، عارفين انت اللي هي الحاجات اللي انا هحطها تحت الميكروسكوب. الاوزميوم ده تمام بيشتغل على مين؟ على الهيدروفيليك هيد اللي هي الراس اللي احنا سالنا عليها من ورا، بس ما بيشتغلش على الهيدروفوبيك تيل. فبيعمل ايه؟ احنا عندنا راس، بص كده، راس فوق وراس تحت، فدول بيظهروا بالاسود، والديل اللي هو ما اثرش عليهم يظهر في الابيض، فيظهر طبقه سودا فوق وطبقه سودا تحت، وما بينهم الابيض اهي، سودا فوق وابيض واسود. الاثنين السود دول بيعبروا عن الهيدروفيليك هيدز، الراس اللي من فوق والراس اللي من تحت، والابيض اللي في النص ده الايه؟ التيل. فالتراي لامينر ابيرنس دي مهمه جدا بسبب الليبيد باي لير، بسبب ان هي طبقتين، في طبقه من فوق فيها راس وطبقه من تحت فيها راس، اهم ادي طبقه الجلد اللي طبقه قصدي الدهون اللي فوق هي راس والديل بتاعها، وادي طبقه الدهون اللي فوق ادي راس والديل بتاعها. تمام. دول مش حاجه واحده، دول حاجتين، ديل وراس واحده، ديل وراس اتنين، دي بنقول عليها باي لير يعني طبقتين. خلاص. عندنا بعد كده الكوليسترول، طبعا ده الفوسفوليبيد اهو، الراس والديل بتاعته. لا انا بتكلم عن حاجه تانية اللي هعمل لك عليها دايره، هو ده الكوليسترول اللي هو الحلقات الكتير ده، زي ما قلت لك الرسومات مش مهمه، اهم حاجه الكلام تبقى فاهم. الكوليسترول ده يا جماعه ايه؟ بيكون ما بين الطبقتين دول اهو، ما بين ادي ده كده فوسفوليبيد صح، وده كده فوسفوليبيد. فين الكوليسترول؟ في النص. فقال لك ان الكوليسترول مولكيولز، مركبات او جزيئات الكوليسترول، بيكت يعني محطوطه فين؟ ما بين الليبيد باي لير، ما بين طبقات الدهون. تمام. طيب بتكون فين؟ بتبقى موجوده في الناحيتين من السيل ميمبرين، ادي الناحيه اللي فوق اهو، وادي الناحيه اللي تحت، يبقى هو موجود ان بوث سايدز في الناحيتين بتوع السيل ميمبرين. طب ايه وظيفه الكوليسترول ده؟ اوعى بقى عشان تكون تسمع حد يقول لك اصل انا عندي كوليسترول عالي، انا عيان من الكوليسترول، ان الكوليسترول ده حاجه وحشه، لا ده حاجه حلوه جدا، بس هو لما بيزيد عن حد الطبيعي بيعمل امراض ومشاكل وتصلب في الشرايين ومشاكل. اي حاجه في الدنيا مهما كانت كويسه لو زادت عن حدها بتعمل مشاكل. خلاص. طيب الفانكشن بتاعته وظيفته ان هو عنده ستابلايزنج افكت، يعني ايه؟ يعني ستابلايزنج يعني بيعمل استقرار الخليه، يعني بيحافظ عليه. فستابلايزنج افكت يعني بيحافظ على السيل ميمبرين، بيحافظ على خشاية الخليه. ستابلايزنج يعني تاثير تثبيتي او استقرار، بيعمل استقرار او حفاظ على حاجه نوعا. تاني حاجه بيعمل كنترول الفلويد، بيحافظ على السيوله، ما الخليه بيخشها سوائل ويطلع منها سوائل وهكذا، فيحافظ عليها، يعمل كنترول، يتحكم فيها، ويبقى مسؤول عن الموفمنت اوف ذا ميمبرين، حركه الميمبرين. تمام. طب كده احنا اتكلمنا عن الليبيد الفوسفوليبيد اللي هو فيه هيدروفيليك
هيدروس هيدروفيليك وهيدروفوبيك تيل والديل، واتكلمنا عن الكوليسترول اللي قلنا بيحافظ على الخلية ومسؤول عن الموفمنت بتاعها عن الحركة بتاعتها، وقلنا ان هو بيكون بيكت بتوين ذا ليبيد باي لير، بيكون ما بين الاثنين ليبيد باي لير، وقلنا ان هو مهم جدا. طب نتكلم بعد كده عن مين؟ عن البروتين. اتكلمنا عن الليبيد، اتكلم عن البروتين زي ما اتفقنا قبل كده، قلنا ان في بروتين جوه بنقول عليه انتجرال او انترنال، وبروتين بره بنقول عليه بريفرال يعني طرفي، او اكسترنال يعني خارجي. ايه الفرق ما بين الاثنين؟ الفرق ما بين الاثنين ان احنا عندنا الانترنسيك بروتين اللي هي البروتينات اللي هي الانترنال او بنقول عليها انتجرال، اللي هي الداخليه اللي هي هعملها بحرف الاي ان دي او دي او دي، كل ده انتجرال، بتبقى فيرملي امبيدد. يعني ايه فيرملي امبيدد؟ يعني ماسكه جامد او لازق فيها كده في الليبيد باي لير. تمام، ما هي جوه بقى انتجرال انترنال داخليه، الحاجه الداخليه بتبقى ماسكه جامد. طب الاكسترنسيك بروتينز حاجه على الطرف، حاجه من بره، بريفر بروتين، تبقى ماسكه بالراحه. عارف انت لما تبقى رابط الكوتشي كده عبيط كده، حاجه رابطه واسعه، اللي هو لو انت شديت بس راس يفك لوسلي اتاشد، يعني ماسك بشكل ضعيف فسهل ان هو يفك. تمام، بيكون فين هو؟ بروتين خارجي بس بيكون موجود في الانر سايد من الممبرين، في الجزء الداخلي يعني جوه الغشاء، مش بره الغشاء. لا، هو جوه الغشاء. كلمه جوه الغشاء مش معناه ان هو بروتين داخلي، لا، معناه ان هو جوه الغشاء مش بره الغشاء، يعني مش بره. طب عندي بعد كده ترانس ممبرين بروتين. يعني ايه ترانس ممبرين بروتين؟ ده من اسمه ترانس ممبرين. يعني ايه؟ بيكون ترانس ممبرين يعني موجود على الغشاء، بينقل. كلمه ترانس جايه من ترانسفير، بينقل. البروتين ده مسؤوليته ان هو ينقل الحاجه اللي موجوده على الغشاء، ينقل السوائل او ينقل اي حاجه. ده بيكون فولي امبيدد. يعني ايه فولي امبيدد؟ يعني ماسك بشكل كامل، اكتر من الفيرمالي امبيدد كمان. تمام، وده بيكون اكستندنج يعني ممتد ماشي على الهول سيجمنتس، على السمك كله بتاع الليبيد باي لير، يعني مالي طبقات الدهون موجود فيها كلها. تمام، طيب ايه الفانكشنز بتاعت الممبرين بروتين اللي هي ترانس ممبرين بروتين؟ يعني ايه البروتين اللي موجود على الغشاء من بره ده؟ احنا قلنا ايه؟ ان ده جوه الغشاء وده جوه خالص، والترانس ممبرين ده اللي بينقل الحاجه، وده موجود فين؟ على الليبيد باي لير، وبيكون ماسك جامد جدا، وده ترانس ممبرين يعني على الغشاء بينقل. يبقى اكيد ايه؟ جواه تشانلز يعني قنوات، قنوات يعني تنقل بره وجوه، تنقل ايه؟ الايونز، الايونات، والووتر سولوبل سابستنس، والحاجات اللي بتدوب في الماء. ووتر سولوبل سابستنس يعني المواد اللي بتدوب في الماء. تاني حاجه بامبس، مضخات تضخ ايه؟ الصوديوم. تالت حاجه الانزيمز، الانزيمات. رابع حاجه الريسبتورز او المستقبلات. تمام، الرسمه مش علينا بس بوريك اهو ان الصوديوم بيتضخ لجوه وادي او لبره، وادي الشانلز القنوات اللي بتدخل ايونات وتطلع ايونات، وتدخل ووتر سولبل سبستانس وتطلع ووتر سولبل سبستانس وهكذا. تمام، طيب عندنا بعد كده الكربوهيدرات. قلنا الكربوهيدرات ده عباره عن ايه؟ سيل كوت، اكنه الجاكيت. ده اقل ايه؟ بفكرك اهو بحاجه قديمه، دايما فكر نفسك. الكربوهيدرات ده اقل الليتل كومبوننت سيل ميمبرين، اقل مكون جوه غشاء الخليه. امال ايه اكتر حاجه؟ البروتين والليبت. طيب الكربوهيدرات بيبقى متكون، اتفقنا، من حاجتين. جلايكو يمسك مره مع الاولاني اللي هو الليبتس، جلايكو ليبتس، جلوكوز وليبتس، او جلايكو بروتين، جلوكوز وبروتين، فيعمل ايه؟ السيلكوت. يبقى لو جالك في الامتحان السيلكوت عباره عن ايه، تقول لحضرتك ان هو الكربوهيدرات. اوكي، طيب يقول لك ان اللايت ميكروسكوب ان هو باس بوزيتيف. ايه كلمه باس؟ دي مش كلمه، دي اختصار. اختصار ايه؟ بيريوديك اسيد تشيف ستين. ايه الكلمه الطويله دي؟ هل محتاج احفظها؟ مش محتاج، بس هي حمض اسمه بريوديك اسيد تشيف ستين، او صبغه، صبغه حمضيه. هو بيكون بوزيتيف معاها. يعني ايه بوزيتيف معاها؟ يعني ايجابي، يعني بيطلع نتيجه ايجابيه تحت الميكروسكوب زي ما انتم شايفين في الرسمه اللي قلنا احنا مش هنحفظ الرسومات. فباس بوزيتيف دي اعرفها بس ان هي باس، عشان جالك في الامتحان الكربوهيدرات باس بوزيتيف ولا نيجاتيف، يبقى ايه؟ بوزيتيف. لو جالك صح وغلط، بس ان هو ان الكربوهيدرات اندر لايت ميكروسكوب، تحت اللايت ميكروسكوب بس نيجاتيف، يبقى غلط. لا، هو بوزيتيف. يبقى الباس ده اللي هو اختصار ايه؟ بريودك اسيد تشيف ستين. طيب ايه الفانكشن بتاعت السيل كوت؟ هو لو في جاكيت او حاجه بتبقى من بره، تعمل ايه؟ تربط، اول حاجه ان هي تربط الحاجه ببعض، تعمل اديشن، يعني تلزق السيلز توجذر، تلزق الخلايا في بعض. تمام، الخلايا لما تلزق في بعض، احنا في الشتاء كده واحنا قاعدين مع بعض بنقرب من بعض عشان نتدفى، فيحصل اديشنز اوف سيل توجذر، قربنا من بعض، فده ايه؟ خلينا نتعرف على بعض. هيلبس، بيساعد السيل تو سيل ريكوجنيشن، يعني ايه؟ الخليه تتعرف على الخليه اللي جنبها. يا سلام، اتعرفنا على بعض. اهم حاجه بقى بيعملها ان هو يحميك بقى،
حمايه والدفع والامان، الجاكيت الجميل. فبيعمل ايه؟ بروتكت ذا سيل، يحمي الخليه من الكيميكال والفيزيكال انجري، من اي اصابه كيميائيه، من المواد الكيميائيه او فيزيكال انجري، يعني اي خبطه او حاجه فيزيائيه. طيب ايه الفانكشن اوف سيل ميمبرين؟ ايه الوظائف بتاعت غشاء الخليه؟ هو غشاء، يبقى اكيد بيحافظ على شكل الخليه، فيعمل مينتين للانتجريتي للشكل بتاع الخلية. الشكل مش الشكل اللي هو كشيب، لا، اللي هو يحافظ على التكامل بتاعها والتماسك بتاعها وهكذا. تمام. غشاء يبقى ايه؟ عامل زي سور، سور جواه بوابة بيدخل ويطلع، فيعمل اكسشينج يعني تبادل للسبستنس، المواد يطلعها ويدخلها ما بين مين؟ السيلز. ما هو هو السور بتاع السيل، يدخل السيل جوه او يطلع اكسترا سيلر ميديا. يعني ايه اكسترا سيلر؟ يعني بره الخلية. كلمة اكسترا سيلر هنا بمعنى خارج الخلية، ميديا يعني وسط خارج منها. يا بوابة، سور جواه بوابة، بس من سور جواه بوابة يطلع ويدخل. تالت حاجة بيعمل عملية اسمها اندوسايتوزيس. كلمة اندو يعني داخلية، سايتوزيس جوه الخلية، اندوسايتوزيس يعني بيعمل حاجات جوه الخلية. ايه الحاجات اللي بيعملها؟ تلات حاجات. فاجوسايتوزيس، كلمة فاج يعني يبلع حاجات صلب. الخلية هنا بتعمل ايه؟ بتبلع او بتعمل انترانس، يعني تاخد صلب بارتكلز، تبلع الاجزاء الصلبة. الباينوسايتوزيس زيها بس بتشتغل على الفلويد، على السوائل. يبقى حاجتين هيسألك فيهم مهمين جدا، الفاجوسايتوزيس للسوليد بارتيكلز والباينوسايتوزيس للفلويد. لو جالك صح وغلط، قال لك ان الباينوسايتوزيس يعمل انترانس اوف سوليد بارتيكلز، غلط. طب لو جالي لي انترانس اوف سوليد بارتيكلز ده فاجوسايتوزيس ولا باينوسايتوزيس ولا اندوسايتوزيس، هختار ايه؟ فاجوسايتوزيس. تمام، او ريسبتور ميديتد اندوسايتوز. ايه الفرق ما بينه وما بين قبلهم؟ ريسبتور ميديتد يعني مستقبل معين، حاجه معينه، زرار بدوس عليه عشان اقدر اعمل العمليه دي. انما الفاجوسايتوزز والماينوسايتوزز دول بيشتغلوا اوتوماتيك من غير اي زراير. طب الاكسوسايتوزز، قلنا اندو يعني جوه الخليه، اندوسايتوز جوه الخليه، لا، اكسوسايتوزز يعني بطلع الحاجه بره الخليه. الصوديوم بامب برضه مضخات صوديوم، ادخل واطلع. وطبعا السيل كوت فانكشن اللي احنا لسه قايلينها ورا بتاعت مين؟ بتاعت الكربوهيدرات. وانا بتعمل ايه؟ تقربنا من بعض، ادهيشن اوف سيل. اهو شوف انا بسمع لنفسي اهو، بفتكر. تاني حاجه نتعرف على بعض، سيل تو سيل ريكوجنيشن. تالت حاجه تحميني، بروتكت ايه؟ من الكيميكال والفيزيكال انش. خلاص، تعالى نشوف اهو الفرق ما بين التلات حاجات. ادي الفاجوسايتوزس، لعمليه الاندوسايتوزس فيها كل ده، فيها التلات حاجات، ده او ده او ده. فاجوسايتوزيس ان الخليه او البلازما ميمبرين، غشاء الخليه، يعمل ايه؟ يبلع السوليد اهو، فيعمل حاجه اسمها فاجوسوم. الرسمه مش عليك، انا بفهمك بس عليه، عليك في العملي بس. الباينوسايتوزيس بيبلع ايه؟ الفلويدز اللي هي بالازرق. تمام، الريسبتور ميديت اندوسايتوزيس قلت لك لازم يبقى فيه ايه؟ اهو شايف المفتاح، هو ده المفتاح الاخضر، لازم تروح على المفتاح ده تدوس عليه. ادي النجمه دي دست على المفتاح، يا مفتاح اشتغل. فبعد ما المفتاح يشتغل يروح يبلع ايه؟ الحاجه. تمام. طيب هنا ده سؤال معتمد على اللي فات، او لا مش معتمد، في حاجات جديده وفي حاجات احنا ايه عارفين. بيقول لك describe the molecular structure of the cell membrane، اوصف لي الشكل التركيبي بتاع cell membrane. مبدئيا احنا قلنا احنا لازم electron microscope. هو في اللايت ميكروسكوب بيكون تو سنتوميتر، رفيع جدا فما بيظهرش على اللايت ميكروسكوب. امال حله ايه؟ ملوش حل غير في الالكترون ميكروسكوب. اتفقنا ان هو بيكون عامل ازاي في الالكترون ميكروسكوب؟ شوفوا الكلام بيتعاد، بيكون تراي لامينار ابيرنس بسبب الليبت باي لير، يعني الثلاثي اللي هي طبقه سودا طبقه بيضاء طبقه سودا، عشان الليبت باي لير اتفقنا الهيدروفيليك هيد اللي فوق تبقى سودا، الهيدروفيليك هيد اللي تحت سودا، وما بينهم ابيض. طب المولكيولار ستراكشر بقى خدناه، ليبت وبروتين وانا دول المكون الاساسي، والكربوهيدرات وده قلنا ليتل اقل حاجه فيه. خلاص، وقلنا الليبت حاجتين، فوسفوليبت اللي هي بيكون فيها هيد واثنين تيل، والكوليسترول. طب البروتين اتفقنا فيه انترنسك، داخلي او انتجرال، واكسترنسك او بريفرال، وكان في نوع ثالث اللي هو ترانس ميمبرين اللي هو بينقل. وعندنا الكربوهيدرات اخر واقل حاجه اللي هو الايه؟ سيل كوت. اكتب تحتها كده وانت بتذاكر، فكر نفسك باللي فات، ده سيل كوت. جلايكوليبيدز يعني جلوكوز وليبيدز، جلايكو بروتين. تمام. طيب بعد كده هنا جايب لك طريقه سؤال للماتش مثلا او للام سي كيو، اربط لي كل حاجه هي بتعمل ايه. طبعا الترانس ميمبرين بروتين قلنا ده بينقل، اكيد هينقل في حاجه من دول بتتنقل، اكيد يبقى الانزيمز والبامبس والشانل، انزيمات والمضخات اللي بتضخ الصوديوم جوه وبره، والشانلز القنوات اللي بتنقل الايونات. طيب الكوليسترول، مش قلنا الكوليسترول بيحافظ ومهم جدا على صفار الخلايا، بيعمل ستابلايزنج افكت. السيل كوت، الجاكيت اللي بيقربنا من بعض، بيعرفنا على بعض، يعمل سيل ريكوجنيشن، تعرف على الخلايا.
الاكسترنسيك بروتين، البروتين الخارجي بيبقى فين بره؟ بيبقى نوت امبيدد ان ليبيد بايلير، مش موجود ما بين الطبقتين. تمام، هو يعني ايه امبيدد ان بايلير؟ هفكرك اهو ورا اهو، بريفرال يعني بره، امبيدد ان بايلير بقى يعني ايه؟ يعني انتجرال بروتين، امبيدد يعني في النص اهو ما بين الاثنين بايلير اهو، ادي الطبقه اللي فوق وادي الطبقه اللي تحت، وهو الانتجرال في النص. تمام، فلو كان قال امبيدد ان بايلير كان هيبقى انترنال بروتين. طب التراي لامينر قلنا مين اللي بيظهر تراي لامينر؟ الليبيد بايلير، طبقتين ليبيد بتوع مين؟ بتوع السلمبرين، اللي هو واحده سودا واحده بيضه واحده سودا. طيب الميتوكوندريا ده عباره عن ميمبرينس، ميمبرينس اورجانيلز، من الحاجات اللي ليها غشاء. ولو تفتكروا كان ايه؟ كان اسيدوفيليك، اوعى تنسى. تمام، كنا بنصبغه بمين؟ بالهيماتوزايلين، عشان الهيماتوزايلين بيزك ستين، دايما فكر نفسك بالقليل عشان يثبت في دماغك. طيب هو في انزيمات مسؤوله ان هي تنتج ايه بقى؟ الطاقه. الطاقه في الجسم عباره عن اي تي بي. ايه اي تي بي؟ دي اختصار ادينوزين، ادي حرف الاي، تراي فوسفات، ادي حرف التي، وادي البي بتاعت الفوسفات. اي تي بي اختصار ادينوزين تراي فوسفات، ده اساس الطاقه. عشان كده الميتوكوندريا بنقول عليها باور هاوسز اوف ذا سيل، منازل ومراكز الطاقه في الجسم. عشان كده تلاقي دايما الناس بتتريق على الفيس يقول لك ايه، انا الميتوكوندريا بتاعتي مش شغاله. اما تبقى لسه رايح اول يوم دراسه مش قادر تعمل اي حاجه، مفيش طاقه، مفيش طاقه يا مولانا، مفيش، الميتوكوندريا مش جايبه اي حاجه. تمام، طيب الميتوكوندريا قلنا ان هي اسيدوفيليك، اه سبحان الله، بيفكرك هو كمان. بس تبقى ايه نيمرس؟ يعني ايه نيمرس؟ او نيمرس يعني كتير جدا، بتظهر كتير جدا فين؟ في الاسيدوفيليك اورجانيلز. تمام، يبقى هي اسيدوفيليك، هي حمضيه. طيب باشا اسيدوفيليك يبقى تتصبغ بايه؟ بالاتش اكس اللي هو الهيماتوزاين، عشان الهيماتوزاين ده بيزك. عشان هي ايه اسيدوفيليك؟ يبقى اصبغها ببيزوفيليك، وايرن يكون ايه عليه؟ ايرن عليه حديد. بتبقى موجوده فين الميتوكوندريا؟ بتكون موجوده في الاريا اوف سيتوبلازم، في منطقه السيتوبلازم. ليه؟ عشان السيتوبلازم محتاج انرجي، يبقى هي موجوده في الاريا اوف سيتوبلازم، وير انرجي از موست نيدد، اكتر حته السيتوبلازم محتاج فيها طاقه. فبنسميها ايه؟ الابيكال بارت اوف سيليتد سيلز، الخلايا اللي ليها اهداب سيليتد سيلز، يعني خلايا ليها اهداب، دي الابيكال بارتس بتاعتها. تمام؟ الميتوكوندريا بتظهر بثلاث اشكال، يا اما جرانيولز، يا اما حبيبات نقط كده، يا اما فيلامنتس خيوط، يا اما رد، يا اما عصيان خيوط، عصيان حبوب. طب عددها هل هي بتبقى كتير دايما ولا قليله دايما؟ حسب، هي بتبقى نمرس، هي طاقه صح، يبقى هتبقى كتير في الخلايا اللي على طول شغاله. نمرس يعني كتير في الاكتيف سيلز، اللي هي الخلايا النشطه اللي على طول شغاله. مين اكتر خلايا شغاله في الجسم؟ المسل سيلز، عضلاتك عشان اللي بتحركك، والليفر سيلز، عشان الليفر ده اللي مسؤول عن حاجات كتير، منها ايه؟ منها ان هو بيديك جلوكوز، بيديك سكر، وبيديك وبيديك دهون. الليفر سيلز بتبقى فيه اكتر من 1000 ميتوكوندريا. السؤال ده مهم في الامتحان، يجي يقول لك ان الميتوكوندريا نمرس ان وات؟ ماسل سيلز، ليفر سيلز، نيرف سيلز، اي بقى سيلز تختار ايه؟ ماسل اند ليفر سيلز. يعني ممكن يجيب لك ايه؟ ايه الاجابه؟ ايه يعني ماسل سيلز؟ الاجابه بي ليفر سيلز، الاجابه سي نيرف سيلز مثلا، الاجابه دي اي حاجه تانية سيلز مثلا. الاجابه ايه؟ يقول لك اي اند بي، فحضرتك هتختار اي اند بي اللي هم المصل والليفر. تمام، طب الميتوكوندريا بتكون سراوندد يعني محاطه باي تو ممبرينز، ليها غشائين. طيب الغشائين دول ما بينهم انترا ممبرين سبيس، انتر ممبرين قصدي سبيس. يعني انتر ممبرين سبيس يعني مسافه بتكون ما بين الممبرينز. يعني تخيل معايا هم غشائين ما بينهم مسافة نارو، يعني ضيقة جدا، أكنه ممر ضيق جدا. يبقى هو عامل زي الساندوتش كده، ساندوتش حتة من فوق حتة من فوق حتة ضيقة ما بين النص. طيب بنقسمهم إيه؟ واحد أوتر ميتوكوندريال ميمبرين يعني الغشاء الخارجي، وإنر ميتوكوندريال ميمبرين والغشاء الداخلي، والخارجي ده بيكون سموث يعني ناعم. يعني. تمام، الاثنين بيحصل ان هم جواهم او جوه الميتوكوندريا بيكون في ميتوكوندريال ماتريكس. يعني ايه الماتريكس؟ يعني الجزء الداخلي، هو ده اهو ماتريكس، بنقول عليها مصفوف. بتعمل فولز، فولز دي يعني تانيات، شايفين التانيات اللي جوه دي؟ شايفين التانيات دي؟ بنسميها ايه؟ كريستين. تمام، او كريستاي اللي انت عايزه، بس كريستي صح. كريستي دي بتزود ايه؟ الممبرين سيرفيس، ايه؟ بتزود مساحه السطح. تمام، طيب ايه بقى اهميه كل الهري اللي احنا عاملين نهري فيه؟ انا عايزك بس تعرف ايه معايا، ركز معايا. تو ممبرينز هما اتنين، ما بينهم ايه؟ انتر ميمبرين سبيس نور، ما بينهم ممر ضيق. طب دي اول معلومه عرفناها. تاني معلومه ان هما واحد اوتر ده بيكون سموث، واحد انر. تمام، تالت معلومه ان بيعملوا فولتس
يعني ايه فولس ثنيات؟ بنسميها كريستي. رابع معلومه ان الكريستي ده بيزود الممبرين سيرفيس ايريا، مساحه السطح. خامس حاجه والاهم، ودي اهم نقطه في الكلام ده كله، ان هو بيعمل انرجي برودكشن او برودكشن اوف اي تي بي، طاقه. اي تي بي يعني طاقه، كلمه برودكشن اوف اي تي بي اكني بقول لك برودكشن اوف انرجي. خلاص. الماتريكس بقى يا جماعه، اللي هو الجزء الداخلي ده او المصفوفه الداخليه ده، عباره عن ايه؟ عباره عن جيل كونتيننج نيمرس انزايم، ماده عامله زي الجيل مليانه انزايم، نيمرس يعني كتير جدا. طيب زي غير الانزيم، طيب في كالسيوم جرانيولز، حبيبات من الكالسيوم، رايبوسومز، طبعا الكالسيوم جرانيولز دي متعاده، دي ان ايه، ار ان ايه، بثلاث انواع بتوع، طبعا انواع الار ان ايه كلكم المفروض خدتوها سواء عربي او انجليش، ام ار ان ايه والتي ار ان ايه والار ار ان ايه اللي هو الناقل، والعربي الناقل والموصل وهكذا. طيب الميتوكوندريا اللايف سبان بتاعها يعني ايه دورة حياة 10 ايام؟ واحد يقول لي ايه ده يعني 10 ايام ومش هيبقى عندي ميتوكوندريا وهتموت؟ لا، ما بت 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 بتموت ويجي مكانها، تموت ويجي مكانها، بيحصل لها تجديد يعني. طب بيحصل لها تجديد ازاي؟ بتتجدد ازاي؟ بالباينري فيجن، الانقسام المزدوج او الانقسام الثنائي، اللي هو بيكون تكاثر لا جنسية لوحدها، سيلف ريبليكيتنج اورجانيل. يعني ايه سيلف ريبليكيتنج؟ يعني هي بتجدد نفسها بنفسها، ريبليكيتنج يعني بتتضاعف او تبقى اتنين يعني. تمام. الفانكشن عمالين نعيد ونزيد في ايه؟ والله اللي تسألك عليه. الميتوكوندريا بتعمل انرجي برودكشن، بتنتج الطاقه، والانرجي دي بتتخزن هنا على شكل اي تي بي. تمام. طيب اللي هو كان ادينوزين ترايفوسفيت، كمان بتعمل ايه؟ بتصنع سينثايز، يعني بتصنع اتس اون بروتين، بتصنع البروتينات بتاعتها. ليه؟ عشان جواها دي ان ايه وام ار ان ايه وتي ار ان ايه والاي رايبوسومز، مش احنا قلنا ان هي جواها كل الحاجات دي؟ طيب كده احنا خلاص بنشطب، هو بيجيب لك شكل السؤال. قلنا ان الابيكالي سيتويتد ميتوكوندريا فاكرينها اللي كنا بنقول عليها موجوده في الخلايا ليها اهداف في السيليتد سيلز. طب الماتريكس بتاع الميتوكوندريا، اتفقنا ان الماتريكس ده عباره عن جيل كونتين انزيم، صح؟ طيب زي ايه؟ قلنا الكالسيوم جرانيولز، الار ان اي، الدي ان اي، والرايبوسوم. طب الانر ميمبرين اوف ميتوكوندريا، الغشاء الداخلي اللي جواه، الكريستي اللي احنا قلنا عباره عن ايه؟ فولدز تانيه. شكرا، اتمنى ان انتوا تكونوا استفدتوا. لو حد عنده اي تعليق او اي سؤال ممكن يسيبهولي. ربنا معاكم ان شاء الله في اللي جاي.